يلا فوتي، رح نروح على الفحص. منيحة أنتي؟ الجداد هيك بيكونوا بالأول، تتعودي مع الوقت. طبعاً إن شاء الله تطلعي من هون قبل ما تتعودي. خلي علاقتك مع الإدارة كويسة، تمام؟ كوني منيحة مع الكل، وما تنسي كمان شو قلتلك. عم بعمل معك منيحة وانصحك، فوتي لهون يلا. عمهلك عمهلك عاليمين، يلا فوتي. قربي لهون، شلحي الجاكيت، شلحي الجاكيت لشوف. كل شي معك حطيه هني، يلا بسرعة، يلا تحركي، افتلي، يلا افتحي تمك، افتحي كمان، حركي لسانك، حركي يلا، حركي يمين، تمام، نزلي راسك لشوف شعرك، اهدي، يلا ارفعي راسك، شلحي الكنزة، شلحيها. هاي بنتك؟ ما تتلهي، شلحي بنطلونك وتيابك الداخلية، يلا يلا ما تتلهي، ارفعي ايديكي، ارفعي يون كمان، شلحي بنطلونك، شلحي البنطلون، خلصيني، يلا شلحي تيابك الداخلية، كل تيابك الداخلية شلحيها، يلا هيك التفتيش عنا. عاليمين لقدام، عاليسار، عادي هون. دينيز ديمير. إذا مع الأيام صار عندي ابن بدي سميه ديمير. قديش عمرك؟ 34. متزوجة؟ جاوبيني، في ولاد؟ ايه، انا عندي بنت. ماما لا تروحي، ماما ماما لو سمحتي. خلاص طولي بالي. شو اسم بنتك؟ إيجا. امي، إيجا امي. انا كتير ضروري إنه أتواصل معها. ما فينا هلأ دينيس، ما فينا، خليني أحكي معها بس دقيقة واحدة. ما منقدر هلأ، ممكن بعدين لو سمحتي. اهدي وعدي، هذا تليفون ضمن القسم، تمام؟ عدي لو سمحتي وقدي شوي، لو سمحتي بس دقيقة. عمل لك اهدي ورؤي، بترجعك لو سمحت. منحاول بعدين لو سمحتي. عدي لو سمحت، بس لو سمحتي عدي مكانك لو سمحتي. لا تعالي، وين رايحة؟ تعالي لهون، جيبي أمك وهدى وتعالي بسرعة لعندي. تعالي مش هو معي، خلاص اهدي لو سمحتي. اهدي، ما قلتلكم تجيبوا مهدئ؟ روحوا جيبوه بسرعة. خلاص روقي اهدي لو سمحتي، لازم تهدي شوي. شوف بنتي، تركوني، خدي نفس، بدي شوف بنتي شوي. شو صار معكم؟ بعدو روقي، خدي نفس عميق، مشان الله خلوني اهدي شوي. اهدي سكوها، سكوها رجليا، يلا مسكوها منيح. لو سمحتي اهدي، اهدي شوي، اهدي وحاولي تاخدي نفس. خدي نفس، خدي نفس. اه بنتي، خدي نفس بنتي، بنتي بنتي بنتي، وينك بنتي؟ امشي يلا، الابواب بيضلوا مفتوحين ولا بتقفلوهم؟ نحن ما منقفل الباب على حدا بنوم، بس منقفل المداخل الرئيسية بعد ما تصير الساعة 12 بالليل. والمساحات المشتركة هلأ رح أعرفك عليهم من هون. المنفردة تبعك اللي رقمها 222، شايفة هداك الزر الأحمر المحطوط هنيك؟ إذا حسيتي بأي شكل من أشكال الخطر، أو إذا أي حدا حاول يأذيكي أنتي أو حاول يأذي غيرك، أو إذا شفتي شي مخالف للقوانين، تضغطي على الزر فوراً. القانون الذهبي، فهمتي علي؟
منيح. ما في حدا هون لأنه بهالوقت بيكون الفطور. إذا جوعانة حطي غراضك وروحي لعندهم مشان تفطري. ما بدي أفطر. مثل ما بدك. فيني أسألك سؤال؟ أنا إمتى رح أقدر أحكي مع بنتي؟ حظك حلو، اليوم يوم الاتصالات، بصير مرة بالأسبوع. رح أجهز الأوراق المطلوبة وبتواصل معك وبخبرك. فوتي هلأ حطي غراضك جوا. ست أزلام ناطرينك بنقطة الحراسة. تمام أنا جاي. فوتي عدي ومنحكي بغير وقت. الله يوفقك. ولا حرف بدي اسمع منك، فهمتي؟ ولا حركة ولا حركة، الوضع امان ماشي. اوعك تحكي، مفهوم؟ نورتينا، اهلين فيكي يا حلوة. قمر مثلك شو عم تعمل هون؟ تعي لهون. شو عم تعملوا؟ خرسي. شو بدكن فيني؟ خرسي. رح حطك بعيوني ورح اهتم فيكي كتير كمان. في عنا شغل لازم نخلصه مع الست ناجية. رح روح خلصه وبرجع لك فورا. وينك ناجية؟ ناجية؟ رح أعمل لك مينيكور وبيديكور. إيه جاي زوجك ليزورك، لهيك نحن لازم نجهزك منيح قبل ما يجي. شو بتحبي نعمل لأختي؟ شو بتحبي نعمل لأختي؟ بنعمل لها تسريحة العروس يلي بتطير العالم. بتطلع كتير حلوة تسريحة العروس. رح نخليها تصير حلوة مثل العروس وأحلى عروس. ثبتي عذراء، بترجاكي لا تلمسي لي شعري. عذراء ليك اعملي شو ما بدك بس اتركي لي شعري. زوجي بحب شعري كتير، بترجاكي. خلص بقى خرسي تسكتي لي، هلا شوفي كيف رح تطلعي حلوه. اي والله مو معقول، يعني حتى انت شو نعمل معي؟ فما عم نظبطك قبل ما يجي زوجك يزورك. لا تتحركي يا خرسي. شو عم تعملي؟ شو كنتي عم تعملي؟ اهدي طيب. انا بس كنت يلا قليلي. كنت خايفه شوي لهيك. اذا مره ثانيه بشوفك جنب الزر وحياه عيونك رح اورجيكي شي مو شايفتيه بحياتك، فهمتي ولا؟ تمام. اتركوها خلص شغلي معها. طلعي فيني يا حلوه، شوفي شعرك شو حلو، رجعتي صبيه باول عمرك. حركي. الله لا يوفقكم ان شاء الله. رح خليكم تدفعوا ثمن هالشيء. رح خليكم تدفعوا ثمنه. يلا تعي. الله ياخدك. شو مسروعه؟ طلعي فيني. طيب طلعي مني. لا تبكي، طلعي حاجه بكي. اذا بتوقفي بطريقي فورا بقتلك، فهمتي ولا لا؟ يلا 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 يلا، ورجيها الإقلام لخالته عزراء. ليك يلا حاكيها. خالته عزراء، شو في إقلام التلوين تبعاتي؟ بنتي عم ترسم رسمات لدرجة إنه إذا بتشوفوها بتفكروها صور. مين هي؟ أهلا وسهلا.
اتطلعي بنتي بعيون خالته مثل الخرس، ما شاء الله سبحان الله، حلوين ما؟ ايه مو حبيبتي؟ الله يحميها. يا ربي شو أعمل؟ صباح الخير سلطانة قدرت، وصل الأكل. وانت جايبه مليان ولا فاضي؟ معقول هالحكي؟ في اغراض مرتبة كتير تحت البيض. فهمني، المرأة يلي اجت جديد شو قصتها؟ قلي. هاي المرأة اسمها دينيز، ما أنا مهمة. اخلي عيونك عليها، ببينوا بسيطي والقط بياكل عشاهم، وبعدها بتطلع بتلاقي صاروا إدارة أو صاروا مثل البنت يلي اسمها عزراء. انتبه منيح. تمام أختي. ضفنا اسم بنتك على قائمة الهاتف. رح تخلوني احكي معها؟ رح تحكي معها بيوم موعد المكالمات. شكرا لك. والله اذا بدنا نحكي الصراحة نهال معها حق، كيف بدنا نقدر نفوت السيم كارد من برا اللي عندنا لهون؟ شو بدنا نعمل؟ ايه الحق معك والله، من وين هلا بدنا نقدر نجيب شريحة على السجن يعني؟ ما هذا اللي عم قوله انا، نحن من وين بدنا نقدر نجيب شريحة؟ ونفوت لهم. رح نلاقي عصفور جبان ونخنقه بسهولة ونخليه فوت شريحة التليفون لعنا، وقبل ما تطلع قدرة من المنفردة رح نضيق عليهم ونخليهم يجنوا على الأخير. عرفتوا شي عن هاي المرة اللي واقفة هني؟ ما بتحكي كتير. عرفت إنه عندها بنت، هي ما حكت عنا. ليكي بس شكلها بتخاف من كل يلي حواليها. حلو كتير، مهمتنا نخلي هالشخص اللي بيخاف يعمل شو ما بدنا، هيك بنقدر نفوت السيم كارد. انتباه الكل يسمعني، انتهى وقت التنفس، الكل يفوت على المهاجع. انتباه الكل يسمعني، انتهى وقت التنفس، الكل يفوت على المهاجع. ألو إجا؟ أمي يا روحي. أمي روحي وعيوني. أمي اشتقت لك كتير كتير، اشتقت لك، وأنا يا روحي اشتقت لك كمان. أنا ضايعة بلاك. لكي حبيبتي كيفك؟ أنا منيحة، أنا منيحة، لا تخافي. أنت كيفك؟ أنا ماني منيحة يا أمي، ماني منيحة، ما عم أتحمل ابنهم. بعرف يا روحي، بعرف يا روحي، بس تحملي شوي لو سمحتي. تمام؟ لو سمحتي كل شي رح يتحسن. أمي، أمي أنا بدي أخبر أمي كل شي. أصحك تعمليها؟ ما بقى فيني أتحمل. أصحك بنتي؟ لا بنتي، بترجاكي أوعك تقولي شي، بترجاكي.
ما بقى اتحمل يا امي. لا يا بنتي بترجاكي لا تعملي هيك شي، انتبهي وهيك تعمليها. الو ايجام، ايجام، الو 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 ايجام، ما عم تسمعيني؟ يلعن. خلص وقتك يا حلوه، ما قلت لك تعالي فورا بس خلصي المكالمه. انا بعد تليفون كنت فورا رح اجي لعندك لحالي، بس في موضوع كتير مهم هلا المفروض احكي فيه مع بنتي، خلوني احكي. ما عم تفهمي يعني؟ ممنوع هالشي. ليلي ليش؟ ليش هيك عم تعملوا فيني؟ لانه انا جاي على بالي هيك ساوي. لو سمعتي كلامي كنت خليتك على فكره، لانه بالنهايه نحن عالم عنا قلب وضمير. طيب لك بس لحظه شوي، لو سمحتي خليني احكي تليفون دقيقه بس. لا تخليني اكسر التليفون، مفكره هيك القصه؟ لا تعذبيني بنوب. بتحكي على التليفون مره واحده بالاسبوع، وهي اذا انا سمحت لك. عم تفهمي؟ شو رأيك تجي معي نتمشى سوا؟ تعي نشم هوا. يلا يلا. انتهى وقت المكالمات، انتهى وقت المكالمات. ليكي خلص بشوفك بعدين ومنحكي بالقصة ماشي؟ وقفوا وقفوا، شو لوين أخدينا؟ ييه الموضوع مهم كتير، لازم أحكي مع بنتي شوي. راسي حتى لو كتبتي اسم بنتك بقائمة التليفون، وحتى لو هن سمحوا لك تحكي على التليفون، طلعي شايفة هالورقة اللي بإيدي؟ إذا ما هلأ بتوقعي عليها ممنوع تحكي، وإذا بتفكري تروحي على الإدارة وتقدمي شكوى رح ورجيكي يا حلوة عزرائيل بعيونك، قرار عندك. لا إذا بتريدي بترجاكي ما تورطيني بقصة معك. أنا قلت اللي عندي، حيزورك جمال كارا. ما بقى فيني أتحمل، رح خبرهم بكل شي. ايه شوي شوي، شو من وين جاي بهالحماس هاد؟ اهدي شوي، خدي نفس واسترخي، رح تنحل ان شاء الله. الزيارات المفتوحة رح تبدأ بعد 5 دقايق، اللي عنده زيارة يجهز حاله. عم ينادولك يا حلوة. يلا لشوف، يلا يلا يا حلوة، يلا شطورة. شو كانت كنية البنت الجديدة؟ ديمير، اسمها دينيز ديمير. دينيز اليوم رح تلتقي بشخص من برات العيلة. ايه تمام، جمال كارا اسم الشخص اللي حتشوفه. المرة جاية جديد وأول شخص بيزورها مو من عيلتها. خلي عيونك على دينيز أوزلام. رح نفذ الأوامر. يلي رح يزورك من العيلة؟ هو واحد من معارفي. جمال كارا؟ جمال؟ لا والله مو أنا جمال أختي. عفوا. روحي.
تعي. يلا ضميني ولا وسخة، لا تستشرفي علي. روحي انت، ماني قاتل حالي لضمك، بس مشان ما حدا يكشفنا يا روحي. يلا عادي حبيبتي، عادي عادي عادي. يلا يا روحي انت، اشتقت لك كتير انا. كيف بدك تاخدي السيم كارد؟ بعد شوي. كان عند سنان وحده مثل اسمها كراون، كتير اسكية هدول انواع، ذكيه لدرجه بتشبه الانسان. بعد شوي رح ضمك، على اساس عم نودع بعض. بتاخذي السيم كارد وبتبيني انه عم تزبطي شعرك وبتحطيه بتمك وبتروحي بتعطيها لعزراء. ايه طبعا تمام. روحي انت، ما بتعرفي قديش اشتقت لك حاليا يعني كتير. انتباه الكل يسمعني، انتهت مدة الزيارة. دينيز تعالي معي لأشوف. شو في؟ امشي. تلي افتحي تمك، افتحي افتحي بسرعة، يلا لا تطلعي، افتحي يلا. افتحي 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 راسك لأشوف. طلعي لسانك، طلعي وافتحي تمك. مدي لسانك على اليمين، على اليسار. ارفعي شعرك، ارفعي 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 منيح. يلا انزلي انزلي. شلحي. شلون بدي اشلح؟ شلحي خلصيني، شلحي يلا يلا بسرعة لشوف. افتلي لعني ورجيني لشوف. زوجك اللي عامل هيك ولا حبيبك؟ شلحي لأشوف سرعة شوي، أنا ما عندي وقت. يلا مو مبينة إنك من نوع النسوان يلي بيخونوا زواجهم. برافو عليكي، معنك سهلة. ما بتعرفوا للزلمة اللي جاية تشوفه؟ رايحة حتى تشوف شخص ما بتعرفه؟ مانو زوجة ولا حبيبة، مفكرة بتقدر تتزاكى علينا؟ يعني صعب الوضع مثل ما انك شايفة، يعني دائماً عم يكون متوتر. يلا روح. تعال معي. شوف شو طلع معها شاطرة. ف
فتشتيه مو هيك؟ ايه طبعاً فتشته. افتحي تمك، افتحي تمك بسرعة، افتحي افتحي كمان. اه طلعي لسانك، حركي، دوري لسانك لشوف، حركي على الجهتين لشوف. يلا سعيلي لشوف، سعيلي أقوى أقوى أقوى. هاتي لشوف، افتحي تمك، افتحي سعيلي، افتحي خدودك بإيديك بعد سعيلي فورا، امسكي خدودك وافتحيهم بإيديك. سعيلي سعيلي أقوى، سعيلي إلا ما تغلطي شي مرة. شو صار؟ بلعت. شو؟ بلعت. جيبوا لي اياها يلا. تعي معي. طلعي معدتي. طلعي، الحرية الوحيدة هي فوطة الحمام، كمان بدك تمنعينا؟ طلعي عم قلك وبلا حكي بلا طعمة. طلعي 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 برا انتي وياها، يلا طلعوا لبرا، يلا عم قلكن. هاي نسيتك بس السيفون. وانتو وقفوا هنيك، فتشوا المكان. شو فوتتي معك؟ ما فوتت شي. سيم كارد؟ لا. حبوب مخدرة؟ لا. لا تحاولي تلعبي معي، ما سويت شي. طلعي فيني، طلعي فيني منيح عم قلك. خايفة من عزراء مو؟ وليش لخاف؟ يلي لازم تستوعبيه إنه ما رح أتركك أبداً عزراء. أحسن ما أنك جاي عم تدوري بالحمامات. أنا برأيي إنك تروحي تراقبي قدرة اللي قدرت تفوت سلاح ومخدرات وكل شي بدي إياه لهون. إيه؟ قدرة؟ إيه
قدرة ما بتتغير بنوب، بس انتي واعية ومثقفة وعقلك شغال، بس بتتغابي أحياناً. ليكي بنتي، إذا بتضلي هيك شي يوم رح يلاقوا جستك بشي زاوية من زوايا السجن. عفكرة شي مؤسف، شي مؤسف كتير. اصحي عحالك. ست نهال، ما لقيت شي. ما لقيت شي بنوب، وأنا ما لقيت شي. وأنا ما لقيت شي. عيونكن خليهن على هدول. انتبهوا كتير منيح. لحظة، وهم راحوا. دخيله، قدرنا ننجح. ايه يلا، والله انك كفو. يلا امشي. يلا امشي، كنت رح اعمل تحتي من الخوف. ليش الكاسة مقرفة مثل وشك؟ تعالي اطلعي على الكاسة شو وسخة. مو شايفة؟ يلا جيبي كاسة بدل هالقرف. شو طرشتي؟ ايه مو منيح، مو شكله مثل مية البصل. عم تجيبي لي كاسات موسخة مثل وشك. يلا لا توجعي لي راسي وبدليها، جيبي لي كاسة بدل هالقرف. ليك الكاسة شو موسخة؟ لا. شو قلتي؟ قلت لك لا، ما رح اجيب كاسه تاني. انتي عم تتحديني وليه؟ ما عم اتحداك ابنو، بس ما رح اجيب كاسه تانيه، مفهوم؟ ايه وليش؟ لا تكوني انزعجتي. هاي البنت ليش فاتت على السجن؟ ما قدرت تدفع حق الليزر عند الدكتور ولا شو؟ محاولة قتل زلمة مقصودة. لو سمحتي جيبي الشاي لحالك واشربي. وينك انتي؟ ويني انا؟ جيبي لي كاسة. حاجتك بقى صرت شربان كتير، خلاص. ما سألتك قديش بدي اشرب، جيبي كاسة واسكتي، لا تعصبيني هلا. يلا. ليش؟ شو ليش؟ حاجة تشرب وترك لي ايدي، شو صاير لك؟ جيبي كاسة حسن، اكسر لك انا ايدك. تعبت، تعبت منك. عبي شو اعمل لك؟ جيبي كاسة بدل هالقرف بسرعة ولا تخليني اعصب. يلا. شو عم تعمل؟ شو الشي اللي مو عاجبك قليلي؟ انت عايشة عصر حياة. شو عم تعمل؟ انت ملك وانا شيطان. انت طبيعية وانا حدا مختل عقليا. بكفي بقى، خد دواك. اي دواء؟ انا مو بحاجة لدواء. انت المريضة، انت خدي الدواء. انت المريضة اساسا، انت المريضة. خلص بكفي، عم اقول لك انت المريضة. بكفي بقى، بكفي. لك خلص، تعي لهون. خلص خلص، تعي. بكفي لك، خلص اتريني بقى. مشان الله هي عنا، مشان الله، مشان الله هيك كان. بكفي تمام، خلص رح روح. قومي قومي حبيبتي، قومي.
خلص انتوا رح تجننوني، انا رح اقتل بنتي ايجان بالاول، بعدين رح اوصك براسك، بعدين رح اقتل حالي واخلص معك. جننتوني جننتوني. انتو مهمتكم تهتموا بدينيز لما يجوا الحراس لهون. خلص بكفي، يلا على السريع، يلا لا تخلوني فشر الطابة. يلا اختي قيمي الطابة وروحوا من وشنا، يلا بلا مشاكل. ليش هيك عم تطلعي؟ مغرومة بجمالك كتير يا حلوة، شو بعد تحملها هيك بدي اهجم. عم يخربوا الكاميرات واحدة ورا الثانية، شغل جهاز الإنذار. أنا ما قلت لك انطري؟ انطري الأمر مني وما تعملي شي من راسك. تدخل
ارتقوا. يلا تحركوا تحركوا بسرعة. يلا اطلعي لبرا. يلا بطلوا الغرف بسرعة. يلا بسرعة من هون من هون. يلا اطلعي لبرا بسرعة. بعدولي. يلا ارتقوا. يلا تحركوا. يلا لبرا بطلوا بسرعة. لك بعدي هيك. اسمعوا اسمعوا. يلا 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 يلا. ما تخلوا مكانكم تفتيش. يلا تحركي. يلا بسرعة. يلا بعدي هيك. يلا بسرعة اطلعوا لبرا. لك يلا امشوا. بطلوا الغرف بطلوا الغرف عم لك بسرعة. يلا ما بدي اضيع وقت. يلا حركي حالك. شو عم تساوي انت وياه؟ يلا يلا حركوا هيك. يلا طلعوا تحركوا تحركوا. يلا وينك ختيارة النحس؟ وهي حلاقتي اجت لعندك. أنا ما رحت لمحل. المتعة الحقيقية بتبلش هون. خالتو خليني روح لعند ماما. طيب حبيبتي ليكي بس تخلص العجقة رح تجي ماما لهون فورا. خلينا ننطر شوي. لا خلينا هلأ نروح. طولي بالك. صورة بنتي اللي تقطعت شي خمس شقف تتذكري انتي لزقتيها وعطيتيني اياها صح؟ انتي بتعرفي شو اسمها لبنتي؟ وقفي وقفي اويكو. وينك امي؟ اويكو وقفي بعدي من طريقي. اويكو تعالي. ميلتم محتاجين لرجال. مو شايفه ميلتم؟ اوكتاي لا تعملوا شي هلا. لا تتدخلوا ابدا قبل ما نبعث لكم الدعم. عم تفهم علي اوكتاي؟ نتركهم ياكلوا بعض يعني؟ اوكتاي قلت لك انطر ليجي الدعم. لا تتدخلوا ابدا. لا تتدخلوا. سمكتنا اكلت الطعم كله وهلا رح نفتح لها بطنها مشان نقدر ننظفها. مسكوها منيح لشوف. ست نيهال رح شغل الانذار. الوضع جوا ماله عم يتعقد. انا لازم شغله. قلت لك انطري ما هيك؟ انطري امر مني ما تعملي شي من راسك. فهمتي؟ ست نيهال خليني شغل الانذار ويجي الدعم. الوضع تعقد. انت ما عم تفهمي علي. عم اقول لك انطري. انا جايه. ما بدي اشوف حدا بالممر. على السريع على السريع. أول شي رح أجرحك شوي. روقنا وانبسطنا كتير وهلأ وقت النهاية. وقت النهاية فهمتي؟ فهمتي انتي وياها. كل حدا يقرب عليها. انا شرطه جايه. اتركوا عيني وانا ما رح اتركك عايشه. تطلعي تشوفي يا بنت الحرام. قلت لك الشرطه جايه. رح علمها تطول علي. اويكو وين رحتي؟ اويكو خمسة وخمسين ابعتوا الإسعاف فورا. شو عم بيصير؟ نيهال تعي. نيهال حبيبتي لا تتركيني. لا حبيبتي شو بكون هيك واقفين اعملوا شي؟ طبوا الإسعاف. نيهال
بترجاكي لا تتركيني حبيبتي، لا تتركيني.